السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده وهنا. طبعا الفيديو النهارده مشكله كل واحده في المطبخ، التوم اللي بيفضي. احنا دلوقتي في توقيت التوم اللي بيفضى مننا، واحنا مهما نخزنوه في اي حاجه بيفضى مننا. هنصلي على رسول الله كده يا حبايبي، وهنجيب التوم كده. وزي ما انتم شايفين كده الفيديو كده، احنا فرمنا التوم بتكات جديده وحركات جديده، وطبعا حاجات مميزة ما بتخليش طبعا التلاجة ريحتها توم ولا الفليزر ولا اي حاجة. وطبعا هيعجبكم خالص الفيديو ده، وهيبقى سهل على قلبكم ان شاء الله يا حبايبي. وطبعا انتوا حبايبي وربنا يخليكم ليا ويدمكم في حياتي. يلا بقى نسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونعبي التوم مع بعض كده يا حبايبي. كده احنا فرمناه بالتكات الجديدة والحركات الجديدة، وطبعا هنقول لبعض دلوقتي احنا فرمناه ازاي وحطينا عليه ايه عشان خاطر ما يقلبش الفليزر والتلاجة من الريحة بتاعته. وطبعا انت حضرتك تفرميه زي ما انت عاوزة، تفرميه حرش، تفرميه ناعم، زي انت ذوقك وزي احتياجاتك في المطبخ. وكمان طبعا بيساعد الستات الموظفين اللي بيجوا بسرعة وعاوزين يطبخهم وعاوزين يخلصوا ومش لسه هيقشرهم ويعملوا. طبعا الفرم ده بيريحنا خالص. يعني مثلا لو انت مثلا عملت برطمانين، ممكن تحطي برطمان في الديب فريزر والبرطمان التاني تحطيه في التلاجة من تحت وتسحبي منه، ويكون اسرع واسهل من انت لسه هتقشري وتعملي. وطبعا ما يهدرش مننا التوم اللي بيفضى مننا، التوم اللي بيفضى اللي بيزرع طبعا خسارة طبعا. واحنا منحبش نرمي اي حاجة، لازما كل حاجة نظبطها في المطبخ بتاعنا. وربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم يا رب يا حبايب قلبي. طبعا احنا دلوقتي بنعبي البرطمانات كده يا حبايبي، وطبعا بنتك عليه جامد بالمعلقه علشان برضك مش عاوزين حته فاضيه، على اساس احنا لو حطينا طبعا دلوقتي هنحطهم زيت كده برضك على وش البرطمان، على اساس برضك ما ايه تبقى الزيت ده برضك ماده حافظه، وكمان ما بيخليش ريحه التوم تطلع في التلاجه وتديب في ليزر. كده بنعبي كده يا حبايب قلبي كده كده خلاص احنا عبينا البراطيم كده بتاعتنا يا حبايبي. وهنتكه تاني كده بالمعلقه تتكيه كده بسيطه كده، على اساس لو حته فاضيه ولا حاجه نظبطها مع بعض. كده خلاص كده اتكينا وظبطنا البرطمانات. هنجيب كده معلقتين من الزيت هنحطه على وش البرطمان. وطبعا هتشوفوا دلوقتي احنا عملنا التوم ده ازاي، عملناه بفكره جميله خالص ولذيذه وهتعجبكم، وان شاء الله هيقعد من السنه للسنه. مش هقول لكم مثلا يقعد شهرين ثلاثه، لا هيقعد من السنه للسنه لو انت حافظت عليه وحطيتيه في الديب فريزر. واللي احنا بنستعملوه نحطوه في التلاجة من تحت. كده خلصنا الفيديو حبايب قلبي، وعبينا التوم وظبطنا كده الدنيا. تعالوا بقى اقول لكم على اول حركات واول تكات نعملها في التوم، من اول ما قشرناه لغايه ما فرمناه وحطناه في التلاجة. يلا يا حبايب قلبي هنسمي بسم الله كده ونروحوا كده ونشوفوا احنا فرمنا التوم ده وخزناه ازاي. طبعا احنا جبنا التوم، راس التوم كده طبعا قصيته طبعا من العروج بتاعته كده. وطبعا شوفي يا حبايبي فاضي خالص ازاي، لا بص الراس فاضيه خالص يعني، ومزرعه كمان اهيت. احنا مش هنستنى بقى اكتر من كده انها تزرع وتعمل ونرمي ونعمل، لا احنا هنمسكوا التوم كده. ايوه كده حبايبي، وطبعا ده توم احمر جميل كمان يعني ما بيغلبش في التقشير. وبرضك في حركه جميله كده هنعملها مع بعض، ان احنا مش هنتعب في التقشير خالص. كده احنا مسكنا راس التوم فرطناها خالص ونقينا التوم الكويس اللي فيها، وطلعنا طبعا التوم المزرع والتوم الفاضي وكده ظبطناه خالص. هنقول بقى التكه الحلوه بقى، الحركه الجميله خالص اللي بتخلي الواحد ما يتعبش في التقشير خالص. هنجيب كده طبعا احنا نقناها خالص اهوت، وطبعا انتوا شايفين التوم جميل اهوت. هنجيب طبعا احنا كده بوله كده ولا اي حاجه، او لو في الصينيه ديت ماشي، بس يا ريت تكون حاجه غويطه على اساس لما نحط فيها الميه يبقى كله عليه الميه ومغطيه بالميه. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده ونكب عليه الميه حبايبي كده 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 كويس خالص كده كده. بص حتى انا بتكة بالمعلقه على اساس ان كله يطول في الميه. انا قعده قد ايه يا حبايبي في الميه؟ انا قعده ساعتين في الميه. ونرجع تاني لبعض كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. وخلاص كده يا حبايبي كده بعد ساعتين في الميه طبعا القشره انفصلت خالص عن التومه،
حتى انتوا لو تلاحظوا بتقشر بسهولة خالص اهيت، وبتطلع منها بسهولة. عاوزة تكتري ساحتين تلاتة مش هتفرق يعني كده. بص يا حبايبي كده ما يتعبكيش خالص خالص في التقشير، ان كان الحباية كبيرة او التومة صغيرة برضك مش هيتعبك في التقشير خالص، بنفصل خالص بالراحة خالص اهو. هنجيب كده يا حبايبي كده مصفى كده ولا اي حاجة، طبق كده برضك نقشره فيه. ماشي يا حبايبي، انا برضك عاوزة اكد لكم ان برضك حركة المية ديت جميلة خالص في التقشير. طبعا مشكلتنا احنا كلنا في التقشير، لا مفيش مشكلة ولا حاجة ان شاء الله. من يوم وجاي تغيبيه في المية كده، والمية مية بس من غير اي حاجة، متحطيش عليها اي حاجة. كده كده اطمنا كده ان هو بيقشر بسرعة. هروح كده اجيب مصفى كده واصفي التوم برضك، على اساس برضك تبقى ايه اسهل لي واوضح لي. هنجيب كده برضك نقشر كده برضك عشان اكد لكم ان الموضوع سهل مش صعب. هنقشر كده فصين ثلاثة مع بعض، وبرضو عشان ما اطولش عليكم في التقشير يا حبايبي هقشر كده وارجع لكم تاني كده. خلاص كده كده احنا قشرت التوم كله، ما غابش معايا، ما خدش مني حاجة على فكرة. وحتى تعملي برضك الحركة دي برضك ممكن تعمليها بالليل كده وانتي قاعدة كده، على اساس برضك انتي طبعا بالنهار ما بتبقيش فاضية. هنقوله بقى المقادير، ملح ومعلقة التوم، 2 كيلو من التوم، هنقوله معلقتين من الملح، وهنقوله معلقة من الكزبرة، ومعلقة من السكر، ومج من الزيت، على 2 كيلو توم متقشرين. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده ونجيبه الكبة بتاعتنا. طبعا احنا هنعملوه في الكبة، لو انت عاوزاه حرش كده ما تتكيش قوي على الكبة، يعني لفة لفتين كده وخلاص. لو انت عاوزاه ناعم ممكن تغيبيه شوية في الكبة بتاعتك. هنسمي كده ونحطوه في الكبة بتاعتنا كده. حبايب قلبي افضيه كده عشان خاطر بس ما يوحش مني كده. فضينا نص التوم كده يا حبايبي، طبعا فضينا نص التوم يبقى نحط نص المقادير عليه، على اساس برضك ان هنا وهنا برضك ايه الحاجة تنخلط فيه معايا كده. هنحط معلقة من الملح، ما تكونش هرمية، هنحط كمان حبة كده او كفاية معلقة، ما هي معلقة هنا هتبقى معلقة برضك في النص التاني. برضك معلقة الكزبرة برضك هنقسمها على مرتين، برضك هنحط نص معلقة، وطبعا معلقة السكر برضك هنقسمها على مرتين، وطبعا هنحط برضك زيت، على اساس برضك الزيت لما يندمج معاه حتى وانتي بتطلعيه وانتي حطاه في الفريزر ما يغلبكش في المطلع، يبقى برضك سايل معاكي شوية. على فكرة ان الزيت برضك ما بيعملش الحاجة، ما بيجمدش الحاجة قوي كده. هنضربوه كده في الخلاط يا حبايبي او في الكبة زي ما انتي حابة. طبعا انا عاوزاه ناعم خالص، انا بحبش التوم حرش، لو انتي عاوزاه حرش شوية خليه حرش. تتكي كده تكتين تلاتة وهنبص برضك عليه نشوف الدنيا عاملة ايه. لا انا لقيته كده برضك لسه محبحب، هنتك عليه بالمعلقة كده على اساس برضك ان السكينة بتاعت الكبة تطول التوم وتفرمول الفرمة اللي انا محتاجاها. هنتك عليه كمان كده تكتين كده يا حبايبي. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله. وطبعا احنا قلنا كتير يا جماعة واحنا بنشتغل في المطبخ، يا ريت نصلي على سيدنا محمد ونسبح ونستغفر، وربنا يتقبل مننا كلنا يا ربي. حبايب قلبي انا بعزكم وبحبكم، وبحب دايما اقول لكم المعلومة دي في كل فيديو، على اساس برضك ربنا يتقبل مننا وبرضك انتوا برضك لو سبحتوا كده وانا برضك هاخد ثواب كده. خلصنا كده حبايب قلبي كده، هنطلع السكينه من الكبه كده كده الفرم كده، يعني كده انا عاجبني كده ناعم، انا بحبه ناعم، على اساس الناعم بينفع في كل حاجه. وطبعا معلقه الكزبره دي يا بنات، يعني احنا دايما نحط الحاجه في الديب فريزر ولا في التلاجة بتقلب التلاجة، لا معلقه الكزبره ديت ما بتخليش التوم يقلب في التلاجة، هي ديت التكة الجديدة بتاعت الكزبرة كده. خلاص كده هنحط النص التاني كده، يعني مثلا احنا كل مرة عملنا كيلو كده حبايبي، هنفضيه كده في الكبة. معلش بيقع مني كده توم، بس انا هجيبه برضك احطه تاني في الكبة كده حبايبي. وبرضك زي ما احنا فرمنا الاولاني هنفرم التاني
وطبعا الاكلات كلها طبعا الكزبره طبعا عادي يعني الكزبره مش هتعمل كده، هنحط نص معلقه السكر وهنحط نص معلقه الكزبره وهنحط برضو الزيت وهنخلي حبه من الزيت وهنقول هنعمله بيهم ايه دلوقتي، وهنحط طبعا المعلقه من الملح كده، وبرضك هنعمله نفرمه فرمه حلوه كده برضك، هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده، معلش هو الكبه مليانه شويه من التوم عشان كده مش راضيه تقفل قوي كده، انا قفلتها وظبطتها كده، هنفرم تاني كده يا حبايبي كده، احنا فرمنا كده هنضفها بس كده يا حبايبي كده، تهيالي كده ناعمه برضك اهيت الحمد لله، وبرضك الزيت بيخلي الحاجه تتفرم اكتر واسرع كده. احنا فضينا كده التوم طبعا، المعلقه السيليكون ما بتخليش حاجه في الكبه، اي حاجه بتظبطها صح المعلقه السيليكون كده. خلاص بقى جبنا البراطين بتاعتنا الجميله النظيفه اللي زي الفل، هنجيب بقى البرطمانات كده بتاعتنا وكده فرمها كده. بصوا يا حبايبي يا رب تكون الكاميرا موضحه، خليها ناعمه خالص اهيت، والملح والزيت والكزبره ومعلقه السكر بتظبط الدنيا جامد جامد جامد، انا جربتها ولقيتها جميله خالص كده. احنا بقى بنعبي البراطيم كده، عاوزه تخليهم 3 براطيم، عاوزه تخليهم برطمانين، ده طبعا تبع راحتك انتي، انا هخليهم 2 على اساس احط واحد في الديب فريزر والتاني احطه في الثلاجه من تحت. وعلى فكره لما تكون مثلا الطماطم عاملاها في الفريزر والثوم عاملاها في الفريزر، يعني مش في دوب البصله بس اللي ممكن تعمليها وتظبطيها وخلاص. وكده خلاص يا حبايب قلب الفيديو كده خلصناه، ويا رب يكون سهل واستفدت منه، وطبعا مش هقول لكم ما تنسوش في الشير واللايك والاشتراك علشان الحاجات دي بتدعمنا وبتدينا دفعه لقدام كده، وربنا يخليكم ليا يا حبايبي، وربنا يديمكم في حياتي يا رب.